كثير. طيب كاتبها فهمتني ولا لا؟ علاش تخبي فيها في دارك وسرقها ومشاش كاب الصحافي والصحافي حلوه او سرق لي الوثيق؟ انت علاش تقول بن علي راني ولدك وهو يقول لك لا؟ ولكن سي لازر تو احنا موضوعنا انت فاجاتنا بسي مختار اليحيوي. ليه ما وجبني في التلفزه وتقول لي قلت وزاره العدل ما كتبت شيء صحيح؟ انا ما نعرف لكش مقال بصراحه، ما شفتش مقال. ولكن راهو اللي خدموا في اعلاميا في خدموا نظام بن علي مش بالضروره كتبوا، يجندوا في الاعلاميين، يخترقوا في المعارضين. شوف وهما اغلبهم بن علي كان حاجته بالمستقلين اكثر من التجمعيين، كانوا المستقلين في دول أنا اكثر. انا كان حاجتهم بي وهرب. علاش الاقاويل هذه الكل وراك؟ علاش برشا اقاويل وراك؟ انت حتى كي مشيت للشرق جاي وقالوا راهو تحكم عليه بالاعدام الجبهه الشعبيه خاطر تعامل مع اسرائيل. اي هما نفسهم. وهك تتعامل مع فريدوم هاوس. اي وهك تتعامل مع وزاره العدل مع كذا. علاش انت بالذات مستهدف الاستهداف هذا الكل لعدد من الاسباب والعميد السابق كذا؟ لعدد من الاسباب الحقيقه عميد نتاع المحامي. انا 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 تعرضت الى حمله شرسه في العنوان العام لاني امثل جزء من ثقافه العقل، والناس اللي يستهدفوني مهمتهم البحث عن العيون التي ترى في الظلام بوضوح ويفقوها ان ثم تنافس سياسي. وكما قلت لك القصعه صغيره وليدين برش. سي الدكتور صاحبي وماش عيب راهو انسان يقعد اخر واحد، بالعكس هذا شرف لي. شرف انا خدمت بلادي وخدمت شرف لي، فما حتى مشكله. لاني خدمت مع نظام بن علي، لاني خدمت مع نظام بن علي، خدم معني خدم تونس. شوف نظام بن علي هذه تقول هذه مش الكل شر ومش الكل سلبي. أيه أيه نعرف. ومش الكل اسود. نعرف اللي نحب نقول انه بن علي كان رئيس دوله. يعني سامحني مش تجرح الشعب العباره انه شرف لي خدمت مع بن علي. لا لاني خدمت بلادي في ذلك يعني الوقت فيه برشا. لا والله انا ما نتصورش انه الشعب التونسي الحساسيه هذه، لانه مش نقول لك انا ما نجمش نتكلم باسم الشعب راهو، ولا واحد يتكلم باسم الشعب، ولكن انا واحد لكن من الشعب. انا نتصور لانه باتصال هو شنو اللي نحب نوصل له. القضيه ماهيش بن علي، القضيه تتجاوز بن علي، لانه بن علي كان رئيس دوله. دوله فيها مؤسسات وفيها انظمه وفيها احزاب وفيها معارضه وفيها ناس تعذبت وفيها ناس ظلمت وفيها اداره وفيها سياسيين وفيها سياسيين وفيها موظفين في عهد بن علي في خدمه النظام. لا ما نتصورش اني كنت سياسي، ما كنتش سياسي، ما نتصورش كنت سياسي. كنت ولو اني كانت عندي مسؤوليه سياسيه لكن ما كنت سياسي. ولو اني الكلمه اللي قلتها شرف ليك انك خدمت مع نظام بن علي تصدم شويه وصدمتني. لا نتحمل مسؤوليتي لاني خدمت بلادي ما خدمتش بن علي. ثم حتى شكون يجيب في الاستاذ الباجي قائد السبسي بكل ما يملكه من شعبيه ومن دهاء. الباجي عمره 85 سنه مسكين، يكلف في نفسه اكثر من طاقته يعني. 85 سنه يعني هذا انتهى في عالم السياسه. انسان وصل 85 سنه انتهى عمره الافتراضي في عالم السياسه. يعني هذا مخلفات الماضي سياسي طبعا. 85 سنه انتهى، هذا المفترض يرتاح يزي يعني هو حر في انه يمارس السياسه. ولكن نقول لك الوضع الطبيعي، انسان عمره 85 سنه عم جاي باش يدخل الانتخابات 86 سنه، هذا مش قوه مستقبليه. شكون يعتبر مازال قوي وعنده شعبيه؟ ثم شكون يحب يعول على شعبيته ويقدمه كمنقذ؟ القوه لله. انسان كائن كائن نسبي ومتلاعب كبديل. فما قوانين فيزياء وفما قوانين بيولوجيا. انسان عم جاي باش يكون عنده 86 سنه يعني يصعب ان يراهن عليه يكون قوه مستقبليه. هذا مخلفات الماضي يعني مش قوه مستقبل، قوه ماضي طبعا. 86 سنه فين ماشي يعني؟ يعني كان جيت في وضع انا ارتاح يعني، ممكن يدلي بوجهه نظر يعني مناسب يعني صاحب حكمه ربما راي خبره تسمع منه الناس وجهه نظر، هذا امر معقول. اما هو باش يتزعم حركه سياسيه وباش يغير معادله سياسيه. لا تخيفكم زعامته، ما تخوفكمش ابدا ابدا ابدا. لا تخيفنا اصلا. واذا في نهايه الامر حكم هو صندوق الاقتراع، نحن سنخضع لميزان صندوق الاقتراع اللي تعطيه الاغلبيه. اهلا وسهلا سنكون منشرح الصدور ونسلم الحكومه، نسلم السلطه وفق القانون ومقتضيات الآلية الديمقراطية. أقوى من قبل. انا اتوقع ذلك وليس باوهام ولكن بمعطيات. ليبيا وعدت ونصور باش يصير في اقرب وقت 200. هيبه 100 مليون دولار. هذيك صفقة عاد. هذيك صفقة تمت مقابل تسليم البغدادي المحمود. ممكن. تزامنت مع بعضها بالضبط. ايه صفقة ظهرت للملاحظين الكل فهموا أنها صفقة، والمحامي نتاع البغدادي المحمود يكشف الحكاية. هذيك السياسة. هذيك السياسة. هذيك السياسة.
السياسه بكل المصالح. السياسه ما فيهاش انسانيه، فيهاش مبادئ ساعات. قليل ياسر. السياسه قليل ياسر ياسر. انك تبيع المبادئ ساعات والقيم الانسانيه. لا هذيك القيم مش السياسه. اي. لا والسياسه بصوره عامه ما تمشيش مع القيم. بصوره عامه. اي فيه تمشي مع المصلحه. اخلاق ساعات. قليل. قليل فيها اخلاق. السياسه القيم ممكن ما نقولش متعارضين ولا متضادين اما بعاد على بعض. يلزمك تكون قاسي. تشوف مصلحة معينة وانت منها تبيع من أجل يعني. من مش تبيع بضرورة بعتوه الرجل. لا لا سيد الوزير بعتوه الرجل بريس بعتوه الدولة يعني نجم يكون مهدد بالإعدام توا معناها دولة مازالت ماهيش جاهزة ما عندهاش لكن قضاء معناها عادل مازالت فيها جزء منها غابة باهي احنا توا نلوموا نتمناو لها الاستقرار ولكن مازال احنا توا نلوموا ولا ما نلوموش على أشقائنا السعوديين لوموا عليهم كما بوشي طبعا لوموا عليهم اي مالا شنو كان رجعت له وكان مشيت له انتم تخذلتوا في جلب بن علي وقلتوا لا احنا علاقاتنا مع السعوديه والمساعدات نتاعنا اللي تنتظروا فيها لا سمحت الوزير ما هو هكا ولا قلت اخويا علاقاتنا مع السعوديه تقصد مساعدات السعوديه اهم من جلب بن علي مش اهم فما يعني ولا... كلها صدقات اي فما انا قلت لك السياسه هذيك هي فما اولويات اذا كان انت تحس ببلادك في امس الحاجه للسند ولا للاعانه باش ما نحل مشاكلها والتحديات الاقتصاديه انا ما تعنينيش الاموال الموضوع هذا خارج موضوع انا لو نحب الفلوس قلت لك جاتني شكاره فيها 500 مليون فما شكون جابك شكاره والله واحد لا نعرفه وجاي عرض عليك رشوه يعني لا تخدم معانا هكا بكل وقاحه قلت لاني حط بريميا وتعدى قبل ما تغشش غشي خايب ياسر شنو جابك شكاره فيها 500 مليون لا مش بالمعنى المجازي جي قال لي تاخذ 500 مليون تاخذ 500 مليون وفوقهم كات مقابل انك تخدم معنا في حزب قلت له منو شو اسمه حبيت نجر لساني ايه ايه منو السيد اللي بعدك منو ايه كذا قال لي اذا وافقت تو نرجع لك قلت له نقدر ما ننفعالي شوي هو المفروض نستدرج بشوي حتى ناخذ منه لكن للاسف فني ديما الغالب لساني سبقني ربي خلني نسالك سؤال تو انت وليت سياسي عظيم لدرجه ولاو يشريوا فيك 500 مليون انت سلهم والله ما هي الاهميه اللي هاي شنو تولي ب 500 مليون يشريوا فيك حاجه اخرى ما فهمتش هاي تنجدك حاجه اخرى يعني الاحزاب ولات تغري فيك ب 500 مليون والله العظيم وبرشا جماعه كانوا حذايا كنت واقف انا ولاد ولا كان يسمعوا فيا توجوا يشهدوا يعني مواطنين كنت بعضهم اربع خمس عندك شهود على الواقع عندي شهود اما اولاد مواطنين ما يعرفهمش واقفين يسلموا عليا ونسلم عليهم ما تعرفهمش ما مشهود دونك اي ما نعرفهمش لا ما نكذبش يعني والله العظيم انت قصرتي ما نكذبش في 93 جاتني لداري زوز موتورات نتاع الرئاسه كل موتورات الكبار نتاعهم ومعهم سياره جو باش يهزوني انا ما نكذبش عليك انا من الاول ما فهمتهمش باش يهزوني ثاني باش يوقفوني اي يطلع معانا ما قالوليش حتى علاش اي يطلع معانا بالموتورات ماهوش معقول السياره نتاع نتاع الامن سياره رئاسيه يعني ماهيش رئاسيه كي البيضه وكحلة نتاع اي معاها موتورات معناها اي فهم اجت فضل معانا ايش تم علاش اجت فضل معانا هزوني طول ما قالوليش حتى شنو الموضوع جابوني للقصر قصر كرتاج قبلتني بوخشينا وقتها كانت هي شادلية بوخشينا هي اللي قبلتنا ما نطولكش الحديث مدة ساعتين يعني تعمل عليا في ضغط برا قابل الرئيس وراه حنين وراه درا شنو وانت خاطر حنين اي خليني نحكي لك انت بخاطر وقت اللي هزوني كان عندي دار نشر فلسوني مش نعطيك تفصيل باش نضيع لك الوقت لكن مش مهم انتوكا حط مهالي وليت معناها ديون صافي رجعوا لك دار النشر تلبس عليها وراو يعطيك شيك بالرقم اللي تحب عليه شيك ابيض بركه انت اقبل باش تقابله واستسلم لانجو هو انه نستقيل من الرابطه نستقيل من الرابطة التونسية من الرابطة أنه ما عاش نتلهى بحكاية الضحايا والشد شوف إذا كان أنا كان المال هو الدافع كملنا الحكاية إيه بالطبع رفضت أنا رفضت نقابله رفضت مش نقابله قريب تذبحني حتى في تتفاوض معاه رفضت خاطر شوف أنا حاجتين أما نقبل ونذبح نفسي على خاطر أذية مخالف تماما أخلاقي ولا نرفض وهو يذبحني في كلتا الحالتين ما يزنيش نقابله دونك بالنسبه لي ما يزنيش نقابله خاطر ما نعرف كان باش نقول له لا ما نجمش نقول له حاجه اخرى باش نقول له لا باش يذبحني دونك ما نعطيش لنفسي الفرصه باش يذبحني هو داير من بعد ذبحني رغم ذلك